أشرفت اليوم وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة دائما فرعون ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة على إعطاء إشارة انطلاق السباق الوطني السنوي للسعة البريد أو لسعة البريد الذي شارك فيه 300 متسابق. الوزيرة ثمنت عمل سعاة البريد معتبرة إياهم همزة وصل بين بريد الجزائر والمواطنين. وبالمناسبة تم الإعلان عن إطلاق خدمة أو إطلاق خدمة ترانسميل الجديدة من قبل بريد الجزائر. المتابعة كانت لدليل بعسيس. تكريما لمن كانوا قبل زمن التكنولوجيات الحديثة الحمام الزاج الذي يحمل معه أنبل الرسائل وأسعد الأخبار إلى الديار، يأتي سباق سعاة البريد ككل سنة بمشاركة المتأهلين منهم للتصفيات الجهوية. الانطلاقة كانت من مكتب بريد دار البيضاء وصولا إلى مقر المديرية العامة لبريد الجزائر بباب السوار. كساعية بريد بهذه المناسبة السعيدة أتمنى السعي إلى إيصال الأمانة إلى أهليها. نشكر إدارة البريد وزارة البريد والمواصلات على المبادرة هذه المزدوجة بمناسبة عيد الاستقلال. المناسبة كانت أيضا فرصة لتكريم مجاهدين سجلا حضورهما في بناء صرح بريد الجزائر منذ فجر الاستقلال، بالإضافة إلى أبناء الشهداء المنتمين للمؤسسة. والحدث أيضا استلام الوزارة لطابعين بريديين ذوي قيمة تاريخية ورمزية. والله مفاجأة صار جدا، زارتني سيدة كريمة فاضلة متقدمة في السن، جاءت هي زوجة أحد عمال قطاع البريد اللي كان عمل في أول وزارة للبريد للجزائر المستقلة، وكانت حافظت على أمانة خلاها لها هي بعض الطوابع السلبية يعني النيجاتيف لطوابع قديمة جدا من سنة 63 و66، واللي تحمل إمضاء رئيس الجمهورية الجزائرية المستقلة في آنذاك اللي كان بن بلال الله ربي يرحمه ويوسع عليه. كما أطلقت مديرية بريد الجزائر بمناسبة ذكرى 5 جويلية خدمة تراس ميل، والتي تمكن المواطن من متابعة وتحديد مسار الرسائل والطرود البريدية.